يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. فالشخص إذا عمل أي عمل مما هو من شأنه يتقرب به إلى الله، الله لا يقبل منه هذا العمل إلا إذا كان خالصا له. معنى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، أن الشخص إذا عمل أي طاعة من الطاعات وكان أشرك في نيته، يعني قال مثلا أعمل هذا لله وأعمل هذا حتى يثني علي الناس، الله لا يقبل منه ذلك، ويكون فوق هذا عليه معصية من الكبائر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قيل وما إتقانه يا رسول الله؟ قال اخلصه من الرياء والبدعة. يعني العمل الله يحب من العبد إذا عمله أن يكون متقنا، ومعنى إتقانه هنا في هذا الحديث أن يكون خالصا مما يخالف الشرع، وأن يكون عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. هنا معنى يخلصه من البدعة أي مما يخالف الشرع، ليس معنى يخلصه من البدعة أنه إن عمل عملا موافقا للشرع ولم ينص عليه في الشرع أنه لا يكون مقبولا، لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو شرع لعلماء أمته أن يعملوا أعمالا من الدين ولو كان هو ما قال اعملوها صلى الله عليه وسلم، ولا نص عليها في القرآن، لكن بشرط أن تكون موافقة لما جاء في القرآن وما جاء في الحديث. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام حصلت أمور الرسول ما قال للصحابة اعملوها، ولكن كانت موافقة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول ما أنكرها. فعلم من ذلك أن إحداث شيء في الدين مما هو موافق للدين هذا يعتبر شيئا حسنا لا ينكر على فاعله، بل فاعله يكون مثابا. لما أخذ المشركون خبيب بن عدي رضي الله عنه وهو من أكابر الصحابة ومن علماء الصحابة، كان من الأولياء ومن العلماء رضي الله عنه، كان قتل رجلا من المشركين رأسا من رؤوس المشركين، ثم في غزوة مع الرسول، ثم أهل أقارب هذا عشيرة هذا المشرك أخذوا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرادوا قتله، أسروه أولا ثم أرادوا قتله، فقال لهم أمهلوني حتى أصلي ركعتين. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لأصحابه إذا قدم أحدكم للقتل فليصلي ركعتين، فليقدم ركعتين قبل أن يقتل. معناه أدخل شيئا في الدين خبيب بن عدي وهو صلاة ركعتين عند التقديم للقتل، والرسول ما قال افعلوا هذا ولا القرآن نص على هذا. قتلوه. ثم أبو هريرة رضي الله عنه وهو راوي الحديث، هذا الحديث في البخاري، قال فكان خبيب أول من سن ركعتين عند القتل، يعني هو أول من فعل ذلك، وما أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه رد على الوهابية الذين يقولون كل ما أحدث في الدين مما لم ينص عليه القرآن ولا الحديث فهو بدعة منكرة وبدعة قبيحة وبدعة محرمة. كلامهم هذا غير صحيح بدليل هذا الذي حصل في زمن الرسول، والرسول ما أنكره عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا حصل في حياة الرسول أن الرسول كان لما يعتدل في الصلاة يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، حمدا من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هكذا كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وما قال لأصحابه قولوا غير هذا، هو كان يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. مرة كان يصلي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه يصلي خلفه وراء الرسول،
قال حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وهذا شيء لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه موافق للشرع. إذا قال الشخص حمدا كثيرا، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، هذا شيء يوافق الشرع، هذا فيه مدح هذا الحمد الذي يحمده العبد لربه حين يقول الحمد لله ربنا لك الحمد، هذا مدح لهذا الحمد، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فالرسول بعد أن سلم من الصلاة نظر إلى أصحابه قال أيكم قال هذا؟ الله أوحى إليه بما قال الصحابي، قال أيكم قال هذا؟ قال هذا الرجل أنا يا رسول الله. ما قال له كيف أنت تقول ذكرا في الصلاة؟ أنا ما قلت قولوه، هذه بدعة منكرة، ما قال عليه الصلاة والسلام. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرها أيهم يكتبها أول، يعني رأى أكثر من 30 ملكا يكتبون هذا الذكر، معناه هذا الذي قلت شيء حسن الله راض عنه، هذا معناه. هذا رد على الوهابية، الوهابية يقولون كل بدعة منكرة، كل بدعة منكرة، ولا يوجد بدعة حسنة، هكذا يقولون. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال بوحي من الله، الله أوحى إليه أن يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة؟ يعني من أحدث في الدين، من أحدث في الدين شيئا في أي وقت من الأوقات، لأن الرسول قال من سن في الإسلام في أي وقت من الأوقات، وهذا الشيء كان حسنا، حسنا يعني موافقا للقرآن والحديث لا يخالف، الرسول يقول له أجر هذه السنة الحسنة. البدعة الحسنة تسمى بدعة حسنة، وتسمى بدعة هدى، وتسمى بدعة خير، وتسمى سنة هدى، وتسمى سنة خير، كل هذا يطلق على البدعة الحسنة. الرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة، معناه أدخل في الدين شيئا يوافق ما جاء في الدين، يوافق ما جاء في القرآن وما جاء في الحديث. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام 90 سنة، في أيام الرسول ما كان المسجد الذي بناه الرسول، بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، المسجد الذي بناه الرسول ما كان فيه منارة مئذنة، ما كان فيه مئذنة، وما كان فيه محراب مجوف. هذا المحراب المجوف الذي يقف فيه الإمام الآن في الصلاة ما كان موجودا، عمله عمر بن عبد العزيز بعد 90 سنة من الرسول صلى الله عليه وسلم. كل علماء الإسلام قبلوا هذا ووافقوا عليه ورأوه شيئا حسنا، فكلما الآن عمل مسجد وفيه محراب مجوف وفيه منارة مئذنة يتجدد الأجر، يتجدد الثواب لعمر بن عبد العزيز، لأنه هو أول من فعل ذلك. الآن الوهابية الذين يقولون نحن سلفية ويقولون لا يوجد بدعة حسنة، إذا بنوا مسجدا يعملون له منارة أم لا يعملون؟ يعملون، ويعملون محرابا مجوفا. إذن يقولون شيئا بألسنتهم يكذبونه بأفعالهم. لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يملي الرسائل، هو الرسول أرسل رسائل أملاها على من يكتب، لأن الرسول كان لا يكتب صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول في رسائله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أما بعد فمن محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، هكذا يرسل إلى هرقل عظيم الروم، معناه رئيس الروم، ليس مدحا لهرقل، الرسول لا يمدح الكفار. إذا أرسل الرسول إلى كسرى وإلى هرقل وإلى المقوقس وإلى غيرهم الذين كانوا في ذلك الوقت، أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، ماذا أملى الرسول على الكاتب؟ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، هكذا، ما قال من محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن نحن حين نكتب
ماذا نكتب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوهابية في كتبه ماذا يكتبون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة حسنة. الرسول ما قال، ما قال الرسول من كتب اسمي فليكتب الصلاة والسلام عليه، ما قال. فهذه بدعة حسنة، هم يفعلونها ويقولون لا توجد بدعة حسنة. كيف لا توجد بدعة حسنة؟ هذه ماذا تسمى؟ ثم الرسول لما قرأ القرآن وكتب كتبة الوحي القرآن، كتبوه بالخط العربي القديم ولم يكن فيه نقط ولا شكل للحرف ولا همزة ولا شتة، كل هذا ما كان، لا نقط ولا همزة ولا شدة ولا شكل للحرف، ولم يكن علامات هذه الدوائر لانتهاء الآيات، ولا علامة الحزب ولا علامة العشر، العشر عشر آيات، ولا علامة الجزء، ما كان، كل هذا ما كان موجودا، كل هذا ما كان موجودا أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وبعده في أيام الصحابة. عثمان لما جمع المصاحف، قيل جمع 5 مصاحف وقيل 6 مصاحف، هذه المصاحف ما كان فيها نقط، نقطة الفاء ونقطة الباء ونقطة التاء والفاء والخاء والظاء، كل هذا ما كان. أول من نقط المصحف تابعي جليل يروي عن عبد الله بن عمر اسمه يحيى بن يعمر، اسمه يحيى بن يعمر، يحيى بن يعمر، هذا التابعي هو أول من نقط المصحف. كان يوجد صحابة في ذلك الوقت، ما أنكر عليه أحد، كل المسلمين وجدوا هذا شيئا حسنا أن ينقط المصحف. الآن إذا واحد أعطي مصحفا لا نقط فيه، ما في نقط، يعرف أن يقرأ إن لم يكن حافظا؟ لا يعرف، ومع النقط لا يعرفون كثير من الناس، مع وجود النقط والشكل كثير من الناس يغلطون في قراءة القرآن. أخبرني رجل في حلب قال دخلت المسجد فاقتديت بالإمام فقال اهدنا الصراط المستقيم، بدل أن يقول المستقيم قال المستقيم بالهمزة المفخمة، إمام مسجد هذا يقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا قرأ في القرآن مع الشكل مع النقط مع الشدات والهمزات ولا يعرف القراءة، فكيف إذا أزيلت؟ ثم الذي وضع الهمزات والشدات التابعي الجليل الحسن البصري، هو وضع الهمزات والشدات، والخليل بن أحمد الفراهيدي هذا واضع علم العروض هو وضع هذا الشكل، الفتحة والضمة والكسرة والسكون، جزاهم الله خيرا عن المسلمين. فيقال للوهابية إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم لا توافقون على أي بدعة مهما كانت، فهذه المصاحف التي تطبعونها عندكم في بلاد الحجاز وغيرها اقشطوا عنها النقط، يعني أزيلوا النقط، أزيلوا الهمزات، أزيلوا الشدات، لكنهم كاذبون. لما يقولون هذا؟ لا توجد بدعة حسنة وكل بدعة منكرة، حتى يشوشوا على المسلمين، حتى يشوشوا على المسلمين ينشرون هذا بين الناس، يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا العلماء شراح الحديث قالوا هذا من العام المخصوص، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، هذا من العام المخصوص، أي لفظه عام خص بالدليل، لفظه عام شامل يعني خص بالدليل. ما هو الدليل؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، هذا لفظ الحديث، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مفهوم الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو ليس ردا فهو مقبول. الرسول يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، معناه من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول ليس مردودا، وهذا ما عليه المسلمون من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يحدثون يدخلون في الدين أشياء ما كان الرسول نص عليها. هل نص الرسول على علم مصطلح الحديث؟
ما نص عليه. هل نص الرسول على علم أصول الفقه؟ ما نص الرسول عليه. الوهابية يعلمون هذا في جامعاتهم، يعلمون أصول الفقه ومصطلح الحديث، يعلمون مع أن الرسول ما نص على ذلك. فما حكم هذا العلم؟ فرض كفاية. النحو، هل نص الرسول على تعلم النحو؟ لا، وتعلم النحو فرض كفاية، لأنه به يفهم القرآن والحديث. لا يستغني العالم الذي هو حق العالم عن علم النحو لفهم القرآن والحديث، ولا يكون العالم متبحرا في العلم إلا أن يكون عنده علم في النحو. لا يكون متبحرا في العلم إلا أن يكون له علم في النحو. هذا علم النحو الرسول نص عليه؟ لا. سيدنا علي رضي الله عنه هو أشار لتابعي قال له أنحو هذا النحو، أشار له أعطاه أصلا من أصول النحو، ثم قال له أنحو هذا النحو، فسمي بعلم النحو لأن عليا أشار بذلك. كان رجل من التابعين يقال له أبو الأسود الدؤلي، هو حصل معه حادثة مع بنته، فجاء يحكي لسيدنا علي ما حصل معه. كان ابنته كانت تنظر إلى السماء فأعجبها المنظر، منظر السماء عجبها، فقالت لأبيها لأبي الأسود الدؤلي ما أحسن السماء؟ قال نجومها. قالت ما هذا أردت، إنما أردت أن أمدح، أن أقول إن منظرها حلو، إن منظرها جميل. قال لها لا تقولي هكذا، يعني لا تقولي ما أحسن السماء، قولي ما أحسن السماء وافتحي فاكي، ما أحسن السماء ليس ما أحسن السماء. فالشخص إذا قال ما أحسن السماء، أو إذا قال ما أحسن السماء، أو إذا قال ما أحسن السماء، كل جملة اختلف معناها باختلاف الشكل، كل جملة من هذه الجمل الثلاث اختلف معناها باختلاف الشكل. فهذا علم مهم. فلما جاء وقال لسيدنا علي ما حصل، أعطاه حتى يبدأ بوضع القواعد، ثم قال له قواعد العربية، قواعد النحو، قال له أنحو هذا النحو. معناه ما كان علم النحو، علم النحو ما كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء حسن، بدعة حسنة، وهو فرض كفاية. ماذا يقول هؤلاء الوهابية؟ يقولون لا توجد بدعة حسنة. طب ماذا تقولون في علم النحو؟ ماذا تقولون في عقد مجالس رواية الحديث؟ ما نص الرسول على ذلك، ما قال عقدوا مجالس لرواية حديث بعدي. أليس من زمن الحفاظ بعد البخاري، أليس كانوا يعملون مجالس تعقد لرواية البخاري ولرواية سنن أبي داود ولرواية صحيح مسلم وغير هذا من الكتب؟ ماذا يقال عن هذا؟ فرض كفاية، هذا حفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. هذا الرسول حض عليه، لكن ما نص الرسول أن تعقد مجالس لرواية البخاري، لرواية مسلم، لرواية أبي داود. العلماء فعلوا ذلك وكل العلماء قبلوا ذلك. جاءت الوهابية والعياذ بالله فضللت كل أهل السنة والجماعة. ثم الوهابية دين جديد حدث منذ نحو 250 سنة على زعم محمد بن عبد الوهاب. أنا لما جئت وجماعته كذلك، على زعمه أنا لما جئت صار الدين، الآن صار الدين، قبل هذا كان الدين منقطعا، لأنه قال لجماعته محمد بن عبد الوهاب قال لهم هؤلاء أهل مكة مشركون يعبدون خديجة، أليس أهل مكة يزورون خديجة في المقبرة في مكة المكرم ويزورونها؟ فقال لهم هؤلاء مشركون. قال لهم أهل المدينة يعبدون محمدا مشركون. ثم والعياذ بالله قسموا أهل البلاد ونسبوا لهم الشرك. قالوا الوهابية يقولون لجماعتهم رؤساؤهم قالوا لهم أهل الشام مشركون يعبدون الشيخ محي الدين بن عربي، وأهل مصر مشركون يعبدون الحسين والبدوي سيد أحمد البدوي، وهكذا. وأهل اليمن قالوا لهم مشركون يعبدون أحمد بن علوان رجل من الأولياء من الصالحين.
المسلمون ليسوا مشركين، المسلمون يعبدون الله وحده لكن يعظمون أنبياء الله وأولياء الله ويزورون قبور الصالحين متبركين بهم، وهذا عادة المسلمين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كانت تمر علي ليلة من ليالي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان يخرج إلى البقيع أي جبانة المسلمين يدعو لأهلها. الرسول كان دور عائشة كل نحو 10 أيام مرة، وكانت أصغر نسائه وهي البكر التي تزوجها عليه الصلاة والسلام، وهي إما الأجمل أو زينب بن جحش الأجمل، يعني من أجمل النساء أو هي الأجمل، وكان يتركها رضي الله عنها صلى الله على سيدنا محمد ويذهب إلى الجبانة يدعو لأهل الجبانة. معناه الرسول يحض على ذلك، على زيارة قبور الموتى المسلمين، وقال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني حض على ذلك. فكيف بقبور الصالحين؟ شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله ونفعنا به أرسل شخصا من أحبابنا في الأردن إلى رجل يدعي العلم، يعمل فيما يسمى تحقيق الكتب، أليس تقرؤون على الكتاب تحقيق فلان تحقيق فلان، وكان يعمل في ذلك منذ 40 سنة. ماذا قال الشيخ لأخينا هذا لما أرسله لزيارته؟ قال له: كلمه بلطف، ذاك لأجل المال صار عنده ميل للوهابية، يطلبون منه ما يسمى تحقيق الكتب فيوافقهم في بعض ما يرغبون حتى يجزل له العطاء. فأخونا ذهب الله يبارك به وصار يكلم ذاك الإنسان بلطف، أنا أعرف هذا الشخص لطيف هو، فذاك صار يفتح المواضيع التي يعرف عنا أننا فيها مع أهل الحق من نحو زيارة القبور والتبرك بالصالحين ونحو ذلك، يعني هو فتح هذا الموضوع. فقال هذا الرجل اسمه شعيب، قال لأخينا، قال له: اذكر لي أحدا نفع الناس بعد أن مات. قال له: سيدنا موسى عليه السلام. قال له: ماذا فعل موسى؟ قال: هو قال لسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف. فخففت الصلاة من 50 إلى 5 صلوات. وماذا قال له شعيب هذا لا يريد الرجوع عن فساده؟ قال له: هذه نصيحة. فقال له أخونا: النصيحة نافعة أم ضارة؟ فسكت، لأنه قال: لا أحد ينفع بعد موته. فلما قال له ما حصل من موسى عليه السلام قال له: هذه نصيحة. قال له: النصيحة نافعة أم ضارة؟ فسكت. فقال له، يريد الهرب من الجواب، قال له: اذكر لي إماما كان يزور قبرا للتبرك. قال له: الإمام الشافعي. قال له: الإمام الشافعي. قال له: كيف؟ أين هذا الكلام؟ قال له: في الكتاب الذي خلف ظهرك، كتاب تاريخ بغداد كان خلف ظهره. وأخونا يحفظ الله يبارك فيه عنده حافظة قوية، فأخذ الكتاب وفتح له. الإمام الشافعي يقول: ما كانت تعرض علي حاجة إلا وكنت آتي قبر أبي حنيفة أصلي 2 ركعتين لله تعالى وأسأل الله تعالى حاجتي عنده، فما تلبث حاجتي أن تقضى لي. فهو انزعج، لأن الذي سبحان الله الذي يريد الحق إذا رأى الحق يفرح، أما الذي يتعصب للهوى لا يعجبه لا يفرح. فماذا فعل؟ قال للشخص الذي عنده كان يقدم لهم الشاي، قال: يا ابني خرج لنا هذه الرواية، هذه عادة الوهابية وحزب الإخوان والجهلة، تعرفون ما يقصد يخرج لنا هذه الرواية، اذهب إلى الكمبيوتر، الأسماء التي جاءت في الإسناد عرضها على الكمبيوتر على جوجل يعني، فانظر لنا ماذا يقول جوجل في هؤلاء، ماذا يقول حافظ السيوطي: فخذ حيث حافظ عليه نص أو من مصنف بجمعه يخص، الحديث الصحيح تأخذه تعرف صحته
إذا الحافظ قال عنه حديث صحيح مثل البخاري مسلم أبي داود وهؤلاء أو من مصنف بجمعه يخص أو وضعه في مصنف أفرده للصحيح قال هذا المصنف أفردته للصحيح هكذا تعرف الحديث الصحيح ليس بجوجل الإنسان العالم الحافظ قد يروي الحديث من جهة ذاك لا يطلع عليها تكون هذه الجهة التي هو رواها بهذا الإسناد صحيحة ذاك اطلع على جهة على رواية أخرى فيها إسناد ليس صحيحا ما يدري هو فذهب هذا قال لي غاب نصف ساعة ورجع ووجهه أحمر كمان انزعج هذا الذي يعمل الشاي لأنه ما وجد بغية شيخه فقال له إيش فيه هو أردني هذا فاقترب إلى أذنه قال له طلع كله ثقات على وجه الحزن يعني قال له أي الذين في الإسناد قال له طلع كله ثقات قال له بس في واحد ما وجدته فقال هذا شعيب لأخينا قال له إذن هذه الرواية غير صحيحة ليش لأن عامل الشاي ما وجد شخصا من هؤلاء الذين في إسناد الرواية فقال له أخونا ما سمعت القاعدة عدم الوجدان ليس دليل العدم فقال إيش ما فهم العبارة قال له قال العلماء عدم الوجدان ليس دليل العدم يعني إذا واحد لم يجد شيئا ليس معناه أنه ليس موجودا هو ما وجده وما قبل كل هذا الذي قلته الآن وكلمه بلطف يعني أحكي لكم هذا لتأخذوا عبرة أن هؤلاء لا يريدون الحق إنما يريدون التمسك بما هم عليه لمآرب عندهم لأشياء في نفوسهم لما كان شيخنا في المدينة المنورة رحمه الله سمع به الوهابية فأرسلوا له شخصين من الجماعة الذين يقال لهم الهيئة يوجد عندهم شيء يسمونه الهيئة أرسلوا له شخصين إلى البيت الذي هو يمكث فيه رحمه الله فقال لي صاحب البيت نحن من الهيئة يسمونها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نريد أن نقابل الشيخ فتعرفون هناك هؤلاء يعني من الدولة فأدخلوهما والشيخ كان يقرأ في كتاب من الكتب قالوا له مولانا جاء هذان يريدان أن يكلمك بقي الشيخ يقرأ في الكتاب فاستمر طويلا فقالا لصاحب البيت أنه احكي معه بدنا نكلمه شو حيبقى يقرأ في الكتاب فقال مولانا يريدان أن يكلمك فنظر إليهما تحت النظارة قال ماذا تريدان عرف أنهما لا يريدان الحق إنما جاء للمناقشة يعني للجدال قال بلغنا أنك تؤول الوهابية يقولون التأويل تعطيل وكفر والعياذ بالله قال للشيخ عبد الله بلغنا أنك تؤول على وجه الانزعاج وعلى وجه الإنكار فقال لهما البخاري أول ماذا تقولان هم يقولون نحن مع السلف الصالح والبخاري من السلف الصالح فقاما لم يتكلما بأي كلمة وخرجا لماذا؟ لأنهما لا يريدان الحق إنما يريدان الجدال للهوى الذي عندهم واحد من أحبابنا حكى لي قال كنت في البقيع ونقرأ القرآن لموتى المسلمين فواحد بجانبه يرفع يديه يمكن من باكستان أو نحوها يقرأ القرآن فهجم عليه الوهابي نزل يدك قال لا يجوز هذا شرك فقال له أخونا روى البيهقي أن عبد الله بن عمر كان يقرأ أول البقرة وخاتمتها على القبر فقال أنت ما يجوز النقاش معك أنت نجيب لك الشرطة لأنه ذكر له دليلا هو ما عنده رد على هذا أليس يقولون نحن مع السلف الصالح عبد الله بن عمر من أي فئة من السلف الصالح وكان يقرأ أول البقرة وخاتمتها على القبر وواحد آخر كنت علمته ردا سهلا قلت له إذا قال لك وهابي كيف تقرأ القرآن على الميت قل له كلما صلينا الجنازة نقرأ الفاتحة والميت أمامنا هذه لا ينكرها فطلع له واحد قال له كيف تقرأ القرآن على الميت وهابي في الحجاز في المدينة فقال له في صلاة الجنازة
دائما نقرأ الفاتحة والميت أمامنا. ذاك ما مر عليه واحد يقول له هذا، فقال له هذه صلاة الجنازة نزلت من السماء. الوهابي يقول، تقول له يعني يؤيدك، نزلت بوحي من الله، معناه يؤيدك على ما قلت من الحق. أحيانا دليل بسيط يسكته. واحد من أحبابنا كان هو تحدث قال، كنت واقفا عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعرفون الذي يقف من الوهابية ينكر على الناس ولا يمكنهم من الوقوف ولا من رفع اليدين ولا من الدعاء، تعرفون عادات الوهابية. فأخونا سبحان الله تحرك قلبه، اقترب منه، قال له أريد أن أسألك سؤالا. قال له إيش؟ فكر عم يستفتيه يعني. قال له إيش؟ تفضل إيش تسأل؟ قال له بدي أسألك، أنت إذا جعت تأكل؟ قال له إيش السؤال هذا؟ ليش عم تسأل؟ قال له بس جاوبني على السؤال. قال له إيه أكل؟ قال له طب ليش تأكل؟ قال له الطعام سبب حتى نبقى أحياء. وذاك الوهابي يقول، قال له إذا مرضت تذهب للطبيب؟ قال له إيش هالسؤال؟ قال له بس أنت جاوبني على السؤال والناس يسمعون. قال له إيه؟ أذهب إلى الطبيب. قال له ليش تذهب للطبيب؟ الله هو خالق كل شيء. قال له الطبيب سبب. قال له والنبي سبب بإذن الله، ينفع بإذن الله. فسكت ما وجد جوابا. قال له أنت نأخذك للهيئة، يعني الذي يجادل على زعمه يأخذه للهيئة. حكى لنا الشيخ عبد الله في حياته رحمه الله قال، آخر عالم كنت أعرفه يدرس في المدينة المنورة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كان عالما حنفيا، اسمه الشيخ إبراهيم الختني رحمه الله، توفي. قال كان يدرس التدريس لله تعالى أينما كان. أنت إن تيسر لك الشيخ عبد الله ماذا علمنا؟ قال علموا العقيدة أينما كنتم، في البيت، في الطريق، في رحلة العمرة، في رحلة الحج، أينما كنتم علموا العقيدة. هذا تعليم الشيخ رحمه الله. فهذا الشيخ كان يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لوجه الله. فجاءته الهيئة، قالوا له معك ورقة؟ هم عملوا نظاما بالورقة. قال لا. قالوا له تعال إذن إلى التحقيق إلى الهيئة. أخذوه معهم شرطة. قال الشيخ عبد الله فذهب معهم فقال له مسؤول الهيئة، ماذا تقول في قول الله الرحمن على العرش استوى؟ قال أقول بلا كيف. هو يعرف حال الوهابية. قال له لا يكفي بلا كيف، فصل. قال له هذا الذي عندي. قال له إذن أنت ممنوع من التدريس. ماذا سمع منه؟ بلا كيف. وما سمع منه كلاما يخالف ما قاله السلف ولا يخالف ما قاله الخلف. قال له إذن أنت ممنوع من التدريس. منعوه وصار لا يدرس واحد في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أو في المسجد الحرام أو في أي مسجد هناك إلا بورقة من هذه الهيئة. هذه الهيئة لا يجوز أن تسمى بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرابطة التي ترجع إليها الهيئة لا يجوز أن تسمى رابطة العالم الإسلامي، بل تستحق أن تسمى رابطة الكفر والضلال، لأنهم ينشرون الكفر في بقاع الأرض. من هذه الرابطة انتشر الكفر. من هناك أخذوا من تونس، من الجزائر، من المغرب، من لبنان، من سوريا، من الأردن، من باكستان، من أندونيسيا، أخذوا شبابا درسوهم في جامعاتهم، أعطوهم المال، وبعد أن تخرجوا ما زالوا يأخذون منهم المال حتى يبقوا على ما علموهم من الوهابية. حتى نحن في لبنان في السنة التي أنا كنت أدرس فيها في أزهر لبنان وتخرجنا 11 طالبا، فتأتينا منحة إما من السعودية يعني في جامعاتهم، وإما من مصر يعني إلى الأزهر، أزهر مصر. وسألت الشيخ عبد الله رحمه الله، قلت له عرضوا علينا منحة إما إلى السعودية وإما إلى مصر. قال لي الذي يذهب إلى السعودية الوهابية ويدرس عندهم إما أن يصير مثلهم وإما أن يداهنهم، اذهب إلى مصر. كنا 11 طالبا، ذهب 10 إلى السعودية وأنا ذهبت إلى مصر. إذا ذهبوا إلى السعودية معناه درسوا عند الوهابية، وهم يعطونهم المال من أول الأمر، يعطونهم المال. والآن إلى الآن من كان درس عندهم والتزم معهم يرسلون له المال. قال الشيخ عبد الله رحمه الله في حياته
قال منذ أكثر من 50 سنة جاءت الوهابية إلى دمشق إلى سوريا ودفعت المال لأشهر 3 مشايخ في ذلك الوقت، قالوا لهم اسكتوا عن الوهابية فقط في أول الأمر، ما قالوا لهم درسوا الوهابية، ماذا قالوا لهم في الأول؟ اسكتوا عن الوهابية. وأكثر الناس بالنسبة لهم المال يعني فتنة، أكثر الناس هكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال، لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. المال من أشد الفتن على المسلمين. ويوجد شيء آخر يفتن وهو حب الرئاسة، هذا أيضا احذروه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العرافة حق ولكن العرفاء في النار. العرافة، ما معنى العرافة؟ أن يكون الشخص متوليا شؤون الناس. العرافة حق، يعني حق أن يكون يوجد في المسلمين من يتولى شؤونهم، ولكن العرفاء في النار، معناه أغلب الذين يتولون شؤون الناس لا يعدلون فيقعون في المعصية فيستحقون النار. فهذا أيضا فتنة. بعض الناس مرضهم حب الرئاسة، وبعض الناس مرضهم حب النساء، بعض الناس مرضهم حب المال، أشكال وألوان. الله تعالى يحفظنا من أمراض القلوب ويحفظنا من الفتن. لما واحد يرى يا أحبابنا الناس تقبل على علم الدين، يريدون أن يتعلموا علم الدين، المسلم المخلص يفرح قلبه ويقول: إن زيد علم أو عمرو علم أو أكرمني الله أن أكون خادما لدينه وعلمت فالحمد لله رب العالمين. وهذا ينصر هذا في الحق، وهذا ينصر هذا في الحق، وهذا يقوي هذا في الحق. هذا شأن المسلمين المتحابين في الله. نسأل الله أن نكون من المتحابين فيه. ما معنى المتحابين في الله؟ يعني يحب بعضهم بعضا لأجل الدين، لأجل تقوى الله، فهو يكون ينصحه بهذا الإنسان محبة فيه لله، وإذا وجد منه ما يخالف ينصحه أن يترك هذا الذي يخالف. هذا هو الأمر سهل، إذا واحد غلب نفسه يجد الأمر سهلا. أما إذا واحد مشى مع هوى النفس، النفس من شأنها تحب من صاحبها أن يتعالى على الناس. فإذا واحد أراد أن يتواضع وأن يكون خافض الجناح يحتاج لمخالفة نفسه، إن كان مع زوجته أو إن كان المرأة مع زوجها أو إن كان الرجل مع أخيه أو إن كان مع الناس. وهذا التواضع يفيد في تقوية أمر الدعوة. إذا كل واحد منا تواضع لأخيه لله تعالى تقوى الدعوة إلى الله، كل واحد منا سأل عن أخيه لله تعالى تقوى الدعوة إلى الله. مرة الشيخ خرج إلى المجلس فكنا الله أكرمنا نبيت عنده ونأخذ منه الدروس ونتعلم منه ما نتعلم، فسأل عن واحد منا من الأشخاص الذين من شأنهم يحضرون إليه ونظر إلينا، كنا عددا قليلا ولا واحد منا عرف عن حاله، فعتب علينا قال: أحدكم يغيب أخوه ولا يسأل عنه؟ متى تسألون عنه إذا صار من أصحاب القبور؟ يعني عتب علينا في هذا الشيء اللي يعد عند الناس أنه بسيط، غاب ما سألنا عنه. لا، حتى هذا ما قبل منا أن نترك السؤال عن الأخ الذي هو أخونا لله، أنه ما شأنه، ماذا أصابه، لما غاب، هل به مرض، هل به مصيبة، هل يحتاج لمساعدة. يعني يريد منا أن يكون كل واحد منا معينا لأخيه على الخير، يعين أخاه على الخير. فإذا كل واحد منا فكر: أنا نهاية القبر، والقبر هو بيت الوحشة وبيت الدود وبيت الضيق، إلا على من أكرمه الله، الله يجعلنا من هؤلاء المكرمين. فأنا في النهاية نازل إلى القبر، إن أحسنت أحسنت لنفسي، وإن أسأت أنا الخسران. فلا يلتفت بعد هذا لا للزعامة ولا للمال ولا لأمر الشهوات، يقول: أريد النجاة، أريد أن أنجو في الآخرة عند الوقوف للحساب. أليس كل واحد منا عنده يقين أنه سيقف للحساب؟ بلى، ويقول: كيف حالي عند الوقوف للحساب؟ كل واحد منا عنده يقين سينزل إلى الحفرة،
أليس أكثرنا وقف عند القبر وراء هذه الحفرة الضيقة؟ وأحيانا تخرج الديدان أثناء الحفر والحشرات، ما يفكر الواحد، ما يعتبر ويوضع الحجر ثم يوضع التراب فيصير مظلما إلا على من نوره الله. الواحد يفكر، مطلوب أن يفكر في هذا حتى يترك الجدال الذي لا خير فيه، الذي فيه إضعاف للعمل وفيه إضاعة للوقت، ويترك الرياء الذي هو معصية كبيرة، ويترك الميل، هذا الميل للمال، الميل القبيح للمال، حتى يترك هذا، حتى يترك القيل والقال. ما تعلمنا من الشيخ القيل والقال؟ تعلمنا من الشيخ عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان، وهو الصحيح كما قال شيخنا رحمه الله. عليك بطول الصمت إلا من خير، يعني يفكر قبل أن يتكلم فيه خير أم لا. إذا كان فيه خير قاله، ليس فيه خير فليترك هذا. فإنه مطردة للشيطان عنك، معناه الشيطان ينزعج من المسلم الذي يطيل الصمت فيبتعد منه، لأنه لا يسهل عليه أن يوقعه. الذي يكثر الكلام فيما لا خير فيه يسهل على الشيطان أن يوقعه. وعون لك على أمر دينك، يعني يعينك على تقوى الله. لو كل واحد منا يعمل بهذا يصير من الصالحين. لماذا نحن لسنا من أولياء الله الصالحين؟ كل واحد يسأل نفسه، لأننا لا نلتزم بهذه النصائح التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم التزاما تاما. لو التزمنا التزاما كاملا كل الذين في هذا المكان كانوا صاروا أولياء. ليش نحن لسنا أولياء؟ لأننا ما التزمنا التزاما كاملا. هذا السبب. لو التزمنا الالتزام الكامل التام أكان كل واحد منا صار من أولياء الله الصالحين. فواحد يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، معناه هنيئا له الذي يشتغل بإصلاح عيوبه عن النظر في عيوب الناس وسقطات الناس، هنيئا له، هذا يكون على خير. كل واحد منا ليشتغل في إصلاح عيوب نفسه. الشيخ عبد الله رحمه الله قال مرة في أحد المجالس، قال محمد بن واسع، هذا من أكابر الصوفية من الأولياء رضي الله عنهم، قال لو كان للذنوب رائحة لما جالستموني، لو كان للذنوب رائحة لما جالستموني. قال الشيخ عبد الله رحمه الله محمد بن واسع قالها عن تواضع وأنا أقولها عن حقيقة. قال محمد بن واسع هذا الولي الكبير قالها عن تواضع وأنا أقولها عن حقيقة، يعني إذا كان مثل الشيخ عبد الله الهرري العالم الحافظ الزاهد العابد الولي الصالح التقي النقي يقول هذا، فكل واحد منا ماذا يقول؟ ماذا يخجل من حال نفسه لما يسمع أمثال الشيخ عبد الله هذا الرجل الصالح يقول هذا؟ يخجل من حال نفسه. واحد مرة في المجلس أثنى على الشيخ، يعني مدحه، فقال له الشيخ استثمنتم ذا ورمي. قال له استثمنتم ذا ورمي، عرفتم ما معنى هذا؟ يعني أحيانا الشخص يكون به ورم من علة، فيأتي شخص يراه في هذا الورم يقول هذا سمين، سمين الجسم، هو ليس سمينا، هو فيه ورم. ما معنى كلام الشيخ؟ كأنه يقول له أنت تتوهم ما أن هذا بي، لست كذلك. هذا معنى استثمنتم ذا ورمي، يعني هذا من شدة التواضع. فكل واحد منا ليفكر، أنا أتكلم عن نفسي وكل واحد يعرف نفسه، إذا كان الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله يقول هذا، وماذا يقول أحدنا؟ واحد، تعرفون أن كثيرا من الناس رأوا رسول الله في المنام صلى الله عليه وسلم من أحباب شيخنا، وسمعوا الرسول يقول له يا معلم التوحيد. الشيخ هو معلم التوحيد، كان في هذا الزمان رضي الله عنه معلم التوحيد، هذا الرجل الصالح يقول هذا عن نفسه، فماذا نقول نحن وهو كان معلم التوحيد؟ فالذي يريد الرقي، يقول الشيخ عبد الله رحمه الله، من أراد الرقي لابد أن يخالف نفسه،
عرفتم ما معنى الرقي؟ يعني من أراد أن يفوز بالدرجات العالية لا بد أن يخالف نفسه، إن لم يخالف نفسه لا يترقى. الشيخ عبد الله رحمه الله يقول من لا يخالف نفسه لا يترقى. كان أحيانا يا أحبابنا يجي واحد عند الشيخ عبد الله وأنا أسمع يقول له مولانا فلان تكلم عنك بسوء، أقول لك ما قال؟ يقول له لا، عادة النفس تميل يتكلم عنك بسوء. ماذا قال الشيخ عبد الله؟ بهدوء كان يقول لا، لا تقول، ما المصلحة أن تقول؟ إذا كان رجل من المسلمين وليس على وجه التحذير من فساده، قال له الشيخ لا، لا تقول، يعني معناه لا أجد في ذلك مصلحة، فلما تتكلم في هذا؟ فانتبهوا، يعني إذا واحد جاء أحدكم قال له فلان قال عنك شيئا وسجل لك تسجيلا، بعض الناس صاروا يسجلون كمان، يعني إذا أنا تلوثت بمعصية واحد يسجل لي حتى يفضحني بين الناس، هذه النصيحة المطلوبة بين المسلمين أم ينصحني؟ وإن كان لم أنتصح يستر علي، إلا إذا كان على وجه التحذير وهذا شيء آخر، بس يسجل له حتى يفضحه، هذا مطلوب أن يكون بين المسلمين؟ صار بعضهم يفعل هذا، يسجل للشخص وذاك لا يعلم، وأحيانا يجره في الكلام يتكلم بأشياء غير مرضية، ثم يأتي إلى آخر فلان اسمع ماذا قال عنك، وأنتم تعرفون الخراب الذي يصير إذا سمع تسجيلا له، يعني معناه في عند الناس أثبت عليه، يعتبر هذا فيه مصلحة دينية، هذا فيه مصلحة شرعية. حدثت أحبابنا قبلكم، كان رجل يأتي إلى الشيخ عبد الله، أنا أعرفه هذا الرجل منذ 50 سنة لما كنت صغيرا، كان يأتي إلى الشيخ عبد الله، هو من مشايخ بيروت، ويأخذ منه الدروس، حتى أحيانا كان يأتي إلى الشيخ في وقت صلاة الصبح ويطرق الباب ويفتح له ويأخذ الدرس ثم يخرج، ثم بعد مدة صار يتكلم على جماعة الشيخ بالانتقاد، وهذا لا مصلحة فيه. الشخص إذا نفر الناس من جماعة الشيخ عبد الله معناه ينفرهم من أن يسمعوا لهم، ترك هذا الآن، ينفرهم من أن يسمعوا لهم الدروس الدينية. شو جماعة الشيخ ما وظيفتهم؟ عندهم سيارات للنقل، عندهم يعلمون العقيدة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فصار يتكلم في جماعة الشيخ. وأحيانا إذا واحد سأله ماذا يقول، هذه من أساليب الشيطان، يقول الشيخ منيح بس جمعته من منه، جمعته من أين جاءوا هذا، من علمهم؟ الشيخ عبد الله. شو الشيخ منيح وجمعته مش منه؟ ما مات الشيخ عبد الله، الآن من يعلم؟ جماعته رحمه الله ورحمه. فالشيخ عبد الله أرسل له رسالة مع شخص بالمشافهة، وأنا كنت جالسا، قال اذهب إلى فلان وقل له يقول لك الشيخ عبد الله هل فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا؟ في واحد منا يا أحبابنا فرغ من التحذير من كل أهل الضلال ووجد أن الكفاية حصلت، صارت النصيحة الواجبة تامة في كل الناس في تونس والجزائر والمغرب ولبنان وسوريا والأردن وبقاع الأرض، هل؟ لا، ما حصل بعد، ما حصل بعد. لا، الشيخ عبد الله قال ضاق وقتنا عن المصالح، يعني ما عندنا وقت حتى نعمل كل المصالح، قال ضاق وقتنا عن المصالح، يعني توجد مصالح كثيرة وما عندنا وقت يكفي لسد كل الثغرات لأداء كل هذه المصالح. الشيخ عبد الله يقول هذا، هو ما كان مقصرا، نحن أهل التقصير ماذا نقول؟ نحن فينا تقصير، ليس مثل الشيخ عبد الله. فالذي يتكلم على جماعة الشيخ عبد الله قولوا له هذه الجملة التي قالها الشيخ عبد الله، هل فرغت من التحذير من كل أهل الضلال حتى بدأت بجماعتنا؟ يا أخي روح اشغل وقتك بالتحذير من الوهابية، يا أخي روح اشغل وقتك بالتحذير من حزب الإخوان، يا أخي اشغل وقتك بتعليم العقيدة، اشغل وقتك بالتحذير من الكفريات. أليس في تونس كما في المغرب كما في بلاد الشام يوجد من يسب الخالق سبحانه وتعالى؟ يسبون الله، وكم في البلاد من يعترض على الله؟ ليشغل الوقت، ليملأ الوقت في تعليم هؤلاء،
والتحذير من أهل الضلال. فإذا واحد قال لكم مصلحة، متكلم للمصلحة، بعض الناس هكذا يقول أنا أتكلم للمصلحة، أتكلم للمصلحة، الذي يتكلم للمصلحة ليتعلم ما هي المصلحة ومتى تكون وكيف تكون وأحكام هذه، ليس كل إنسان يعرفها. الذي يقول أتكلم للمصلحة يقال له قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله: من وجد عيبا محققا، منكرا محققا في واحد من جماعتنا فلينصحه، فإن لم ينتصح فليكلم غيره حتى ينصحه. هكذا الطريق، من وجد منكرا محققا، يعني وأنه وقع في معصية ما في إشكال أنها معصية ما فيها خلاف، فليأتي إليه ولينصحه، فليقال لأخينا هذا: يا أخي نصحته بوجه الله بكلام لطيف، إن قال نصحته ولم ينتصح يقال له كلم من يمون عليه، من يرجى أنه يقبل منه. لا تمشي بين الناس بالكلام على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا، هذا لا مصلحة فيه ولا خير فيه. الشيخ عبد الله قال في وصيته، أظن كلكم تعلمون هذا، قال: فإن أعداء الدين يتربصون بكم، وقال: كونوا عونا لإخوانكم في الجمعية ولا تكونوا عونا عليهم. هذه أنا بقول هذه قواعد وضعها الشيخ عبد الله رحمه الله حتى نعمل بها، وقال: توجيهات الجمعية توجيهاتي. يعني أنا ما عم بقول هؤلاء الذين في الجمعية كلهم أولياء الله، بس هؤلاء أهل السنة والجماعة. وقال الشيخ عبد الله: إخواننا أحرار النفوس، قال: إخواننا أحرار النفوس، وقال: إخواننا أقل الناس وقوعا في المعاصي حتى في الصغائر. الواحد يتكلم بكلام لطيف وطيب ويشجع الناس على المجيء لهذه الجماعة ليطلبوا علم الدين، قال: إخواننا أقل الناس وقوعا في المعاصي حتى في الصغائر. واحد بيطلع برا بيشوف الناس في أي شيء يقعون، أنتم بتدخلوا البيوت عندكم أقارب، عندكم أهالي، كل أقاربكم تعلموا علم الدين، أكثر الناس غافلون عن علم الدين. بتقارن هدول مع جماعة الشيخ عبد الله الذين التزموا دين الله وتعلموا العقيدة وتعلموا الضروريات، تقارن هدول مع هدول، أكثر الناس الآن غافلون عن علم الدين، يعيشون كأنه لا يوجد علم دين ضروري يجب عليهم أن يتعلموه. أكثر الناس اليوم جعلوا علم الدين كأنه فضل وراء ظهورهم لا يلتفتون إليه. فوتوا على البيوت وشوفوا، يطلع الواحد قال: أنا ابني وضعته في مدرسة كذا، يطلع بتكلم الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية، أنا عندي مال أرسلت ابني لأمريكا درس، أرسلت ابني لكذا درس، لبريطانيا درس. مرحبا، ماذا علمته أول من أمر الدين، من علم الدين الضروري؟ هل حفظته بعلم الدين؟ هل حصنته بعلم الدين؟ بعضهم يقول: إيه قرأ شيء من القرآن، أدخلته مكانا حفظ شيء من القرآن. المدارس التي تسمى إسلامية في هذه الأيام غالبا إذا دخل إليها الولد، التي كنا فيها في صغرنا قبل أن يكون توجد مدارس لجمعيتنا، كانوا يعلموننا شيئا من القرآن، شيئا من الأخلاق، شيئا من أحكام الطهارة والصلاة، هذا الذي يعلمون، درسنا فيها. ثم أنا درست في المدارس التي أتكلم عنها، لكن الحمد لله درست البنات ودرست الشباب علم الدين الضروري والعقيدة، ومكنتهم في العقيدة، فقالوا لي: ما رأينا، ما سمعنا مثل هذا من قبل. قالوا لي الطلاب والطالبات، درست أقسام الذكور وأقسام الإناث، قالوا لي: كنا نعتبر حصة الدين حصة فراغ، في شيء يسمى حصة فراغ، أحيانا يغيب المدرس فتقول الناظرة: حصة فراغ، ما في مدرس، ما في من ينوب عنه. قالوا لي في الذكور وفي الإناث، قالوا لي: كنا قبل أن تعلمنا نعتبر حصة الدين حصة فراغ، نلهو ونلعب ونمزح مع الذي يدرس، وأحيانا يأتون بالطعام يأكلون معه. طيب يا أحبابنا، جماعة الشيخ عبد الله رحمه الله يعلمون الناس الحق، يعلمون الناس العقيدة، يعلمون الناس العلم الضروري، فهؤلاء يؤيدون. الله يبارك فيكم، كونوا عونا لإخوانكم في الجمعية، هكذا قال الشيخ عبد الله: ولا تكونوا عونا عليهم،
هكذا كل واحد ينبغي أن يفكر في هذا. أولا ليشتغل بإصلاح عيوب نفسه، ثم ليكن عونا لإخوانه في الجمعية. كل واحد منا إذا أراد الوصول للأعلى عليه أن يتهم رأيه بالقصور، لأن النفس تميل إلى أن رأي صاحبها هو الصواب. هذا ميل النفس، هذا الميل النفساني الموجود في كل واحد فينا، إن كان في أمور الدنيا وإن كان في أمور العمل، تميل نفسه أن رأيه هو الصواب. بس إذا رأى منكرا محققا لا يسكت. وقلنا ما قال الشيخ عبد الله رحمه الله: امشوا على هذه القواعد إن شاء الله تفلحوا وتسعدوا، ويكن بكم إن شاء الله نصرة لهذا الدين. إن كل واحد منا عمل بهذا، هذا نصرة لدين الله. الشيخ عبد الله علمني لما أرسلني لأزهر مصر للدراسة، هو لا نحتاج للذهاب لأزهر مصر بوجود علماء أمثال الشيخ، كنا نستطيع أن نأخذ أكثر من هذا العلم بكثير، والحمد لله أخذنا منه، لكن لأجل الشهادة، لأن الناس عندهم الاعتبار للشهادة اليوم. يعني لي أخ كان يعمل في موظفا في الجامعة اللبنانية وعنده شهادة ما يسمى الليسانس في الشريعة، فجرى نقاش بينه وبين موظف في الجامعة اللبنانية في مسألة دينية، فأخي صار يعطيه الحجة، ما كان يقتنع، فتذكر أخي قال: لو عندي شهادة ليسانس في الشريعة. وقال ذاك الموظف: لا، إذا عندك شهادة ليسانس أنت مزبوط كلامك صحيح. اللي قلت له الأدلة الشرعية ما كان يقتنع، لما قال لو عندي شهادة ليسانس في الشريعة الإسلامية قال: لا، إذا عندك شهادة ليسانس إذا كلامك مزبوط. أبو بكر الصديق ما كان عنده شهادة ليسانس ولا دكتوراه، ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، لا حول ولا قوة إلا بالله. فصار الاعتبار عند الناس عادة بالشهادات. إذا أرادوا تقديمك، لما كنا نذهب نسجل في التلفزيون أحيانا أو في بعض الإذاعات، يسأل: بماذا أقدمك؟ إذا لم يقل له فلان الأزهري الدكتور أو كذا، بيعتبر أنه فيها ضعف، يعني بده على زعم أسماء رنان. نحن نقول هذا لأجل أن يسمع الناس العوام، أن يسمعوا، ليس لأنها الاعتبار بالشهادة، الاعتبار بما عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا اعتبار العوام اليوم بالشهادات. فإذا واحد منكم أراد أن يسعى للشهادة لأجل هذه المصلحة فهذا عمل عظيم، حتى يعلم الناس، حتى يقبل الناس منه. دخل وتعلم هذه، حتى وصل لأخذ هذه الشهادات، حتى يصل لتعليم الناس الضروريات، هذا عمل عظيم. بذل الوقت والجهد والمال في هذا يعتبر عملا عظيما للوصول إلى تعليم الناس. نحن لا نريد إن شاء الله هذه المناصب، لا ننظر إليها، ولا نريد ثناء الناس. إذا أثنى الناس علينا أو ذمنا الناس، ما تتغير أحوالنا عند الله سبحانه وتعالى بمدح أو ذم الناس لنا؟ من كان له منزلة عند الله لا يضره كلام الناس عليه، ومن لم يكن له منزلة عند الله لا يرفعه ثناء الناس عليه. العبرة بما عند الله تبارك وتعالى. فكل واحد منا ليفكر فيما قلت الآن في هذا المجلس، وليفكر في حال شيخنا رحمه الله. ما نحن منقول منتسبون إلى الشيخ عبد الله، نحن منتسبون إليه، إن شاء الله نكون على قدمه وعلى نهجه الذي مشى عليه، ونكون ثابتين على ذلك إن شاء الله إلى الممات. الشيخ عبد الله يعني معظم جماعته فيما أعلم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وهذه بشارة. يقول العلماء إن من رأى الرسول في المنام بنص حديث الرسول سيراه يقظة. قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. هذا حديث في البخاري، وله طريقان، روايتان، رواية عن أبي هريرة ورواية عن أبي قتادة. الرواية الأخرى: من رآني في المنام فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتزيى بي. قال العلماء: بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراه أحد يقظة إلا ويكون من المسلمين. فلما قال الرسول: من رآني في المنام
فسيراني في اليقظة، معناه قبل أن يموت على فراش الموت إن لم يكن صار من أولياء الله يعني قبل ذلك، سيرى الرسول. الرسول في مكانه في المدينة، هو في تونس في الجزائر حيثما كان، الله يجعل ما بينه وبين الرسول كالبلور، وهذه المسافة البعيدة تصير كأنها قريبة، يرى الرسول أمامه صلى الله عليه وسلم. قالوا لا يرى رسول الله أحد يقظة بعد موته إلا ويكون من المسلمين، فبشارة له بالإسلام أنه سيموت على الإسلام يعني الذي رأى الرسول في المنام. ومعظم أحبابنا من رجال ونساء وصغار وكبار رأوا الرسول في المنام، رأوا الرسول في الرؤيا، هذه بشارة عظيمة على صدق هذا الرجل وعلى صدق منهجه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. هذه بشارة أن معظم جماعته صغارا وكبارا رجالا ونساء رأوا الرسول. حتى مرة كنت عند الشيخ، جاء شخص إليه قال له يا شيخ أنا أدرس من زمان وأسمع يعني أنه هذا رأى الرسول هذا وهذه رأت الرسول، أنا لا أرى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له قل كل يوم اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 100 مرة. قال له على حسب الهمة والنشاط، ليس شرطا في مجلس واحد، لكن في اليوم تقول هذه الصيغة 100 مرة. رجع هذا الشخص، أنا كنت موجودا عندما أخذ الشخص من الشيخ الصيغة، رجع بعد 3 أيام ليقول له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي لم يرى علموه أن يقول هذا كل يوم 100 مرة، تسمى صيغة المكيال الأوفى، اللهم صل على محمد النبي، قولوا معي اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه واحد في المسجد كنت أقولها، فقلت لهم كما قلت لكم الآن قولوها، قالها مرة واحدة ما زال حيا. اليوم التالي قال لي رأيت رسول الله، قالها معنا مرة بس أخلص نيته وأحسن لفظه. وفي واحد سبحان الله من أحبابنا يدرس في ناحية في بيروت اسمها رأس بيروت، اسمه الحاج محمد، رجل طيب هو، أيضا قال لي كنت أقول هذه الصيغة، كان من الذين يتشوقون ككلنا يعني كلنا يتشوق، قال لي صرت أقول هذه الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيت شخصا في المنام يقول لي بما أنك تقول هذه الصيغة في الصلاة على النبي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعدد الحمد لله يقال هذا ورأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه من المبشرات المؤنسات، يستأنس الشخص أن أحباب الشيخ الحمد لله رأوا رسول الله في المنام، وهذه بشرى لهم بالوفاة على الإيمان. وهذا فيه دليل وإشارة إلى صدق الشيخ عبد الله فيما قال وفي تدريسه وتعليمه، وكلامه الحمد لله موافق للقرآن والحديث وكلام الأئمة. من أول ما علمنا الشيخ عبد الله علمنا الأدلة، يقول لنا القول ويعلمنا الدليل، وهكذا خرجنا للناس، لأنه قال لنا إن خرجتم للناس وقلتم فسألكم الناس من أين هذا، فقلتم قال الشيخ عبد الله، يقولون لكم نريد دليلا، الشيخ عبد الله دليل. فمن أول ما تعلمنا من الشيخ رحمه الله هكذا كان يعلمنا، نقول للناس الدليل، نذكر الحديث، نذكر الآية، نذكر قول الإمام، وأنتم امشوا على هذا النهج، لأنكم إن جلستم في مجلس ناس جدد إذا قلتم قال الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، يقولون لكم من هو هذا، قولوا مالك، قولوا أبو بكر، قولوا عمر، قولوا الشافعي، قولوا يعني اذكروا إماما معروفا عند المسلمين. فالشيخ عبد الله ما كان يقول للناس أنا قلت رحمه الله، كان يذكر لهم الدليل، يعلمهم ويذكر لهم الدليل. والحمد لله الله تعالى أقبل بقلوب الناس إليه،
لأنه درس لله تعالى مخلصا، وما كان يريد مالا ولا زينة فاخرة، ولا جاء واحد مرة هو حكالي كان حصل شيء وأرسل ضابط في الأمن العام في لبنان إلى بيت الشيخ عبد الله، قالوا له اذهب رئيس الأمن العام، هو هذا الضابط هو حكالي، صار يحبنا فيما بعد، من أهل السنة، هو رئيس الأمن العام في ذلك الوقت كان نصرانيا، فأرسل واحدا من أهل السنة ضابطا، قال له روح شوف في واحد بيقولوا عنه الشيخ عبد الله الحبشي، شوف لنا شو قصته، ما بيقول الشيخ عبد الله، أنا عم بقول، بقول الشيخ عبد الله الحبشي. قال لي فذهبت دخلت إلى بيت الشيخ عبد الله، قال فما وجدت قطعة أثاث، لا كرسي ولا طاولة، قال وجدت الناس جالسين على الأرض في سجادة يعني، وفي المجلس الذي يوضع على الأرض، قالوا مجتمعين حول رجل أسمر يسألونه في الدين ويجيبهم ويقول قال الله قال الرسول. قال فرجعت إلى مدير الأمن العام، قلت لو رحت هذا الشيخ الحبشي اللي سألت عنه ما في عنده شيء، لا بيحكي بسياسة ولا بيحكي، هذا الرجل جالس بيسألوه في الدين ويجيبهم قال الله قال الرسول. والقصة حصلت أن الذي يسمى مفتي الجمهورية هو طلب من مدير الأمن العام أن يخرج الشيخ عبد الله من البلاد، فلما كلمه قال هذا مدير الأمن العام أنه أنا على غير دينهم، إذا أنا بدي أتدخل بشخصي بيقولوا مسلم وغير مسلم، فأرسل مسلما ضابطا مسلما. فماذا قال مدير الأمن العام لهذا الضابط؟ الضابط هو حكالي، قال له روح عند المفتي قل له أرسلني مدير الأمن العام ليقول لك أرسلني إلى الشيخ الحبشي، فما وجد عنده شيئا يخاف منه، ليش بدنا نطرده من البلد؟ ليش عم تطلب هذا الطلب؟ قال فذهبت إليه وقلت له أرسلني إليك المدير ويقول إنه أرسلني إلى بيت الشيخ عبد الله الحبشي، ما وجدنا عنده شيء مخيف، الرجل بيقول قال الله قال الرسول. فبيسألك ليش بدك نخرج من البلاد؟ قال له يأخذ الناس من دربنا. فهمتم ماذا يقول؟ يقول يأخذ الناس من طريقنا، إنه بدل ما يجوا لعنا مفاتي الضلال هدول عم يروحوا لعنده يتعلموا الدين. هكذا قال له هذا الرجل، لعله أظن بعده حي يرزق. قال لي هذا الكلام في حفلة في طرابلس كان بمناسبة المولد النبوي الشريف، ودعاه الشيخ نزار رحمه الله لحضور الحفلة، فقبل أن نخرج الحفلة كان جالسا معنا في المجلس، قال اسمعوا هذه القصة مني هذا الضابط حتى تشوفوا أعداء الشيخ عبد الله كيف يحاربونه، لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا الزائلة التي يريدونها. هو منه سأل عن كل الدنيا، كان الشيخ عبد الله عزم واحد مرة على الطعام من أثرياء أهل البلد، فالشيخ عبد الله يستجيب لمصلحة، لمصلحة الدين، ذهب إليه وضع الطعام، تعرفوا الغني ماذا يضع، فاخر الطعام يعني، والناس تأكل، الشيخ عبد الله يأكل كالعصفور، لما يأكل العصفور. ثم قام الشيخ ليغسل يده فقال اسمعوا يا جماعة، هذا رجل من كبار الوجهاء، قال له أول مرة في حياتي أرى إنسانا ما له خصة بالدنيا، هذا رجل من أهل الدنيا أهل الوجاهات يعني، ويرى يشوف الناس كيف تأكل كيف تقبل على الأكل سيما إن كان لذيذا، قال أول مرة في حياتي أرى إنسانا استعمل لفظ عامي، قال ما له خصة بالدنيا، لأنه ما مر عليه مثل هذا، ما مر عليه. كان رجب ديب، تسمعون برجب ديب؟ هذا الرجل الضال كان يدخل إلى الدعوة يدعوه جماعته للأكل، فيضعون له اللحم والرز والصنوبر ونحو ذلك، وماذا يفعل؟ يهدم الرز حتى ينزل له ما فوقه، ويقول لا يستحي، كان يقول لهم الخير نحو أهله يتقدم، فقال بعضهم لولا الذي تحته تهدم لما تقدم. هؤلاء يبحثون عن الدنيا، يريدون الدنيا. في يوجد اثنان كانا من جماعته في أمريكا، رجب ديب تركاه والحمد لله، وجاء إلي إلى البيت في بيروت وأعطاني كل واحد منهما الرسائل التي كانت ترسل من قبل جماعته إليهم. ماذا يكتبون في الرسالة؟ لا تنسى بر الشيخ ولو $5 في الشهر، مثل الضريبة يعني، يلزمونهم أن يدفعوا المال للشيخ.
فالشيخ عبد الله مرة كان في مجلس فنظر للحاضرين قال لهم كل واحد منكم كم شخصا جلب للدين؟ فسكتوا. قال لهم رجب ديب قال لجماعته كل واحد يجلب 10 والذي لا يجلب ندفعه المال، على زعمه مثل الضريبة يعني ما يسمى عندك مجيباية. قال كل واحد يأتي 10 إلزاما يعني. فقال لهم الشيخ عبد الله أنتم أولى أن تأتوا بالناس ليتعلموا الدين، هو يريدهم لأجل الجاه والمال. هذا رجب ديب كان يقول في الدرس أنا سمعته بأذني عندي التسجيلات، يقول لهم كل واحد يأتي بما عنده، إن كان يعمل في الساعات يأتي بساعة، إن كان يعمل في البسكوت، تعرفون البسكوت، يأتي بالبسكوت. ماذا قال في الأخير؟ قال والفحص آخر الدرس، يصرح قال والفحص، تعرفون معنى الفحص آخر الدرس، أيوة، أنه نريد النتائج الشهادات، يعني نريد الغلة والعياذ بالله. والذي يريد الآخرة يعلم الناس لوجه الله تعالى. التحذير من أهل الضلال فرض، التحذير من أهل الضلال فرض حتى يعرف الناس. مرة كنت ذهبت إلى فرنسا للتدريس فخطر على قلبي، تكلمت عن رجب ديب، فأخبرني المسؤول الذي كان هناك قال لي بعد أن ذهبت، قلت في نفسي لماذا يذكر رجب ديب، نحن في فرنسا وش حيجيب رجب ديب إلى فرنسا. قال ثم بعد مدة بلغني الخبر أن جماعته كانوا عملوا 3 مراكز في فرنسا، جماعة رجب ديب هذا الجاهل الذي لا يعرف النحو ولا العقيدة ولا الفقه، لا يعرف علم الدين، يروي لهم القصص السخيفة ويتبعونه. هذا جماعته عملوا 3 مراكز، وعملوا مدرسة في بيروت، وعملوا جمعية، وبنوا نواد للرياضة، وعملوا مجلة، وهو سخيف من أسخف الناس. عندنا شروط جديدة له قبل أن يموت، قال لهم أنا أدرس الدجاج. قال لهم، قال باللغة العامية تبعيته، قال الله وكيل، يعني كأنه يقول الله شاهد علي. قال مرة أعطيت الدجاج درس نص ساعة، قال فكل الدجاجات سمع، ما ولا دجاجة عم تاكل، قال إلا دجاجة واحدة صارت نقرة قمحة. قال فإجا الديك وطم ينقرها باللغة الشامية تبعيته حتى نزل له الدم، قل له بس دخيلك كرمال هاللحية نتركها. قال وبعض جماعتي صار يصرخ على زعمي أجاءه الحال، اسمعوا بالحال، زعمي صرخ أنه جاءه حال، شدة ما تأثر من كلام الشيخ الدجال هذا. هذا كلام شيخ علم يقول أدرس الجاج، وقال يسمعون لي نصف ساعة، الجاج يسمع له نصف ساعة، والديك ينقر التي أكلت قمحة. لا يجوز السكوت عن هذا. له درس يقول فيه، سماه آل نظام الإسلام على زعمه، يقول فيه لا يجوز للمرأة، هذا كفر، أن تنادي زوجها باسمه، ولا يجوز للرجل أن ينادي زوجته باسمها. قال ليس لها أن تقول يا خليل، هو يقول لها يا أسماء، بدها تقول له يا أبو أحمد، هو يقول لها أم أحمد. قال وإلا فتضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم. كفرهما، يعني كفر الصحابة والرسول، لأن الرسول كان يقول يا عائشة، كان يقول يا خديجة صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة، وقال يا عائشة أما الله فقد أنزل فيك قرآنا. الرسول يقول يا عائشة يا خديجة، هذا الخبيث يقول تضرب منا إله، لا هو مسلم لا هي مسلم، ومع ذلك أتباعه يملؤون المسجد. إذا واحد فكر لماذا؟ لأن الله تعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولأن الله خلق لجهنم أهلها، خلق للنار أهلها، الله يجعلنا من أهل الجنة. آمين. إيه، فإذا واحد رأى يفكر ويعني يعتبر، يقول مع كل هذا الضلال والسخافات يملؤون المسجد. قال لهم في درسه الشيخ إذا قال اللبن أسود، المريد بيقول اللبن أسود، أعوذ بالله، إحنا تعلمنا ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. الشيخ مين مكان هذا الشيخ؟ لابد أن يخطئ، أما الرسول لا يخطئ في الدين، لا يخطئ. هذا ما قاله الرسول، واسمعوا ماذا يقول رجب ديب، ومع ذلك يتبعونه.
يعني عندهم الشيخ لا يخطئ. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال: سلم للقوم أحوالهم ما لم يخالفوا الشريعة، فإذا خالفوا الشريعة فكن مع الشرع. سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه قال: المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع فذاك الأمر، وإلا تركه وتبع الشرع. من شيخه، إذا واحد عنده شيخ وصار منه خطأ ينبه هذا الشيخ. الشيخ عبد الله ما يسبق لسانه ليس نبيا معصوما عن هذا، فكان إذا رد يصلح ما ينسى. أحيانا إذا قال آية قد يسقط لفظا كلمة، إذا نبه يعود ويقول، شيء يحصل يعني. هكذا قال الأولياء، الشيخ إذا أخطأ يصلح له، إن قبل فذاك الأمر، وهذا المرجو منه يعني، هذا الذي نحبه، فإن لم يقبل يترك ويتبع الشرع. هذول عندهم الشيخ رجب ديب: عظموني عظموني عظموني، حتى قال لهم: اسمعوا كلام النبي يخرج من قلب النبي، وأشار إلى قلب نفسه. قال لهم في مجلس آخر: نحن أنبياء مصغرون. هذا يجب أن يحذر منه. نحن نحذر من أهل الضلال، نعلم العقيدة، نحذر من الكفريات، من الضلالات، ونحذر من أهل الضلال. هذا عمل، وهذا أهم ما أمامنا من العمل، وهذا الذي ينبغي أن يشغلنا إلى أن نموت. لا ينبغي أن نشتغل بما لا خير لنا فيه، نشتغل بهذا إلى الموت، ونتعاون على هذا العمل. نهلل مع بعض.